من عمان ينضم إلينا المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. على مدار كل الأشهر الماضية توالت التقارير الأممية، تقارير الدولية التي تحذر من مجاعة شاملة في قطاع غزة. محمد مات من الجوع مثله مثل عشرات الأطفال في قطاع غزة. هذا يجعلنا نطرح هذا السؤال، متى ستعلن حالة المجاعة بشكل واضح ورسمي في هذا القطاع؟ نعم، يعني للأسف محمد هو واحد من كما تفضلت عشرات، والأرقام الموجودة هي ليست فعلا، قد تكون أكثر من ما هي. للأسف السؤال الآن، هل يجب أن ننتظر حتى تعلن المجاعة بشكل رسمي أو لا؟ الواقع الآن هو صعب بما فيه الكفاية. هناك أكثر من 96% من السكان بشكل عام في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. أكثر من نصف أو حوالي نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية، أكبر يعني أعلى مرحلة، المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي. هذا ليس يعني نداء لإعلان المجاعة، ولكن نداء للتعامل مع الوضع ومنع المجاعة التي يعني ما زالت وشيكة وما زالت يعني خطر يحدق بآلاف الأطفال. ما يجب أن يحصل الآن هو أولا وقبل كل شيء، الحل الوحيد الآن هو وقف إطلاق نار فوري لهذه الأسباب الموجودة على الأرض. ولكن في غياب هذا الوقف يجب أن يكون هناك دخول مستمر للمساعدات، والتي فعلا شهدنا له وهذا انخفاض لا يحدث. شديد. كل التقارير التي كانت تحذر من أن القطاع على حافة المجاعة، الآن نتحدث عن أطفال وناس يموتون من الجوع بالفعل. كم يحمل إسرائيل المسؤولية إذا ما تمت يعني تعريف ذلك بشكل واضح بأن قطاع غزة يشهد مجاعة بشكل رسمي؟ بالطبع كما في أي نزاع، المسؤولية الأولى والأخيرة هي على أطراف النزاع في تأمين المساعدات الإنسانية للدخول. ولكن أيضا بالإضافة إلى أطراف النزاع في هذه الحالة، هناك المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك ويعني يضغط بكل ما لديه من قوة لإدخال المساعدات بشكل كبير. سمعنا الكثير من النداءات، ولكن لغاية الآن التحرك على الأرض والنتائج على الأرض هي غير كافية. شهدنا القليل من التحسن في شهر 3 وشهر 4، ولكن عادت وانخفضت المساعدات بشكل مخيف خلال شهر 5. يعني خلال الأسبوعين الماضيين أيضا كانت أقل ب 90% من شهر 4 أبريل. لذلك يعني ما نشهده هو فعلا يعني مد وجزر في هذا الموضوع. ولكن ما الذي يمكن أن تفعله اليونيسف والمنظمات الأممية الأخرى؟ إسرائيل رفضت منذ 3 أيام تقريبا تقرير الأمم المتحدة يتحدث أنه نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة يواجهون الجوع، وقالت أن التقرير مضلل. وبالتالي ما الدور الذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كما تقول؟ نعم، الأمم المتحدة على الأقل من ناحية اليونيسف والمنظمات الإنسانية الأخرى نقوم بكل ما لدينا من أولا محاولة إيصال المساعدات، وهذا ما كنا نفعله منذ الأيام الأولى، ونحن نحاول إدخال المساعدات، وقد أدخلنا البعض ولكنها ليست كافية، وهذا ما نعرفه ونعلنه ونطالب بزيادته. ثانيا تقديم التقارير مثل هذه التقارير التي تفضلت بها والتي تعكس الواقع على الأرض. هذه التقارير أتت بعد دراسات وبعد إحصائيات وبعد يعني استبيانات على الأرض. وثالثا هو ما يسمى بالمناشدة والمناصرة والضغط على المجتمع الدولي يتحرك. الآن فعلا الكرة في ملعب المجتمع الدولي، الكرة في ملعب السياسيين لإيقاف هذه الحرب، لإيقاف إطلاق النار، ولإعطاء الفرصة للأطفال وعمل الإغاثة لنصل لمكان أفضل بتقديم المساعدة. حينما تتحدثون في التقارير، يعني تقاريركم تشير إلى هذه الكارثة والمعاناة في قطاع غزة بأنه جوع أم تجويع؟ يعني الصيغات القانونية لها يعني أناس مختصين فيها، ولكن ما نعرف أن الحرب تتسبب بهذا الجوع، ولذلك الحل الوحيد هو إيقاف
إطلاق النار، الحل الوحيد هو السماح للمساعدات الإنسانية، خليني وهذا ما أصحح يجب أن يكون. المصطلح، مجاعة أم تجويع؟ وهل يفرق ذلك؟ يعني هل هناك فرق بين استخدام هذا المصطلح أو ذلك المصطلح في تقاريركم، مجاعة أو تجويع؟ بالطبع هناك فرق قانوني، وهذا ليس لي أن أتكلم به لأنني لست خبير قانوني. لإعلان المجاعة لها يعني أسسها، ولإعلان التجويع كأداة حرب لهذا وانتهاك للقانون سألتك الدولي. في البداية، متى سيتم إعلان ما يحدث في قطاع غزة بأنه مجاعة؟ المجاعة لها أسس. أولا، عدد أو نسبة سوء التغذية الموجودة على الأرض. ثانيا، عدد الوفيات بين الأطفال. وثالثا، عدد الوفيات بشكل عام من بين كل 10,000 بسبب الجوع. لغاية الآن لم نصل إلى هذه الأسس، لم يعني بحسب النتائج الدراسات لم لم نصلها، ولكن هذا تتأكدوا لا يعني منها تقصد؟ لم لم تتأكدوا نتأكد منها. منها؟ بحسب حسب الإحصاءات والمعلومات من الأرض لم نصل إلى هذا الحد لتطلق عليه مجاعة، ولكن هذا لا يعني أن ليس هناك مشكلة، لا يعني أن ليس هناك جوع، لا يعني أن ليس هناك نقص في الغذاء ونقص في التغذية، الذي هو خطر شديد على كما تفضلت 3,000 طفل قد يواجهون بالموت إن لم يعودوا ليحصلوا على طيب، آخر محاولاتكم التغذية أنتم في الصحية. اليونيسف، اسمح لي أستاذ سليم، آخر محاولاتكم في اليونيسف لإنقاذ هؤلاء الأطفال الذين يموتون الواحد تلو الآخر جوعا في قطاع غزة، ما هي؟ نحن نحاول بإدخال الإمدادات الغذائية بشكل كبير، ولكن كما قلت لك في السابق للأسف لم يطل الكثير. حتى يعني في الفترة في شهر 5 مايو لم يدخل سوى 126 صندوق من ما يسمى بالبسكوت العالي الطاقة، أو هو يعني نوع معين من الغذاء فيه مغذيات عالية. هناك فقط 869 كرتونة من المواد الغذائية قليلة الدسم بكميات صغيرة، و1255 كيس من أكياس بدائل أو الأكياس الرضع الجاهزة للاستخدام، تستخدم يعني تعاون حليب الأم. للأسف هذه الأرقام غير كافية بتاتا. ما نشهده هو زيادة قد يكون في ما يدخل بالجانب التجاري، ولكن الناس قد استنفدت كل طاقاتها المادية لتشتري المواد الغذائية من السوق. لذلك من المهم أن تعود وترتفع كميات المواد لكن اسمح لي يا سيد الإنسانية سليم، يعني والمساعدات كيف لا للجوع. يكفي أن نرى طفل مات من الجوع ليتم إدانة إسرائيل وليتم إعلان مجاعة في قطاع غزة؟ أيضا المجاعة لها أسسها، لها تقييماتها العلمية، ولكن بغياب هذا التصنيف الرسمي لا يعني أن ليس هناك مشكلة، ولا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي. المسؤولية الآن على نعم، أطراف النزاع، ولكن أيضا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ موقف فعلا صارم نعم، وإنهاء ما شكرا. نشهده من تحديات. شكرا جزيلا. المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.